ترحيب لم يكن بالحار واستقبال لم يكن بحجم المتوقع بعد كل الإطراءات التي شهدها إدراج أسهم إعمار مصر للتنمية في البورصة المصرية، وحجم التغطية التي شهدها اكتتابها والتي اقتربت من 16 مليار جنيه. استقبال اتسم بالبرود عكسه الإقبال الضعيف على تداولات السهم في أولى جلساته بالبورصة المصرية عند مستويات 3 جنيهات و71 قرشا، أي أقل من سعر الاكتتاب البالغ 3 جنيهات و80 قرشا، مستويات على الرغم من ضعفها فإن السهم لم يستطع التماسك عندها في نهاية الجلسة مما أثار استياء المستثمرين. إذن هي صدمة تلقتها البورصة المصرية من سهم إعمار مصر، لكنها لم تكن الوحيدة، إذ انعكس إعلان موازنة العام المالي 2015-2016 سلبا على المؤشر أيضا بعدما ظهرت بمظهر الموازنة الاستهلاكية، الأمر الذي دفع إلى موجة بيع كبيرة في البورصة خاصة بعد اقتراب الدولار من سعر 8 جنيهات، في ظل خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية أمام الدولار بعشرة قروش أخرى في أول طروحاته خلال العام المالي الجديد، لتبقى البورصة في دوامة العوامل السلبية المحلية التي عصفت بالمؤشر في ظل ركود عقاري وضعف التحويلات من الخارج قبل أن تأتيها الضربة الثالثة من التصويت بلا لشروط الدائنين في اليونان، لتفتتح بذلك البورصة تداولات يوم الاثنين في المنطقة الحمراء، وليفقد خلالها المؤشر الثلاثيني مستويات 8000 نقطة لأول مرة منذ ما يزيد على 14 شهرا، متأثرا بعمليات بيع مكثفة على الأسهم القيادية.